ازاي متجوز القمر ده؟ قولي يا فريد، لبس حلو؟ ايه رايك؟ لسه جايباه امبارح. حلو قوي يا روح. اوكي، انت فطرت؟ ايوه حبيبي، وعملت لك التوست والعصير ومستنيينك في المطبخ. اوعى يكون التوست مش مقرمش. عيب عليكي، طبعا مقرمش، بس انت الحقيقه قبل ما ينشف بس. الو، هاي نهله، ازيك؟ عامله ايه؟ صباح الفل يا رمضه. والنبي يا حبيبتي والنبي، عايزاك النهارده بدري في الشركه عشان في حاجات ضروري ناخد قرار فيها. انا نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير، وهكون عندك في الشركه. اوكي ماشي يا حبيبتي، يلا سيو دير، باي باي. والله يا مريومتي انتي تؤمريني، اوعدك ان البضاعه اللي جايه المره دي مش هتبقى موجوده عند حد في السوق غير عندك انتي. ده وعد عيب، انتي عارفه احمد الشامي لما يقول كلمه. حياتي انتي، يلا باي باي. مش هتفطر؟ ايه حياتي، مالك مكشره في وشي كده ليه؟ ده انا على سفر. اه، ما انت طول السنه على سفر، ايه الجديد يعني؟ اكل العيش يا حياتي، وبعدين ده هم يومين في الصين صد رد. وماله، تقعد شهر شهرين، ايه الجديد؟ هو انا بفرق لك اصلا؟ ما كفايه عليك مريومتك. وهو انت يعني اللي فاضيالي؟ ما هاني بيواخد كل وقتك. هاني ده بقى مديره مكتبه، وده شغلي، هروح اودي فطار الولاد. وانا برضو ده شغلي، بس انا ما بقولوش يا هنو. انتي الو؟ ايوه يا بسبوستي. الو، اديني مدام رويد. هاني عرفات، هاني عرفات. بونجور. يعني ما بترديش على موبايلك، بس بتردي على تليفون مكتبة عادي. ايه عايزه توصلي لي ان اللي بينا علاقه شغل وبس؟ بالظبط كده. ما انا مش فاهمك بصراحه يا هاني، ما انت مصاحب نيلي شاهين، ده غير طبعا مراتك القمر فيروز. عايز مني ايه غير الشغل يا بنتي؟ نيلي شاهين دي كانت زمان والله، خلاص يعني وقته عدى. طب وفيروز؟ لا، فيروز دي مراتي. ادخل. القهوه بتاعت حضرتك يا باشا. تسلم ايدك يا محمد. شكرا يا محمد. اي خدمه تاني يا باشا؟ تسلم لي. صباح الخير يا مدام رنا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. مهرجان؟ اه، وبعدين حضرتك قلت لي عليه. طيب تمام. بعد شويه عندي ميتنج، هخلص وابعت لك. اوكي يا حبيبي، مش مشكله، مش لازم كل تفصيله تحكيها لي. ها، ركز في شغلك بقى. هاف ا جود داي، باي. بدي عليكي في سري. ليه ان شاء الله؟ ما انا جيت على طول اهو يا بنتي. بتكلم على الاوفر الزفت اللي انت عماله رويده العمر. ايه الاسعار اللي انت حطاها دي؟ سيبك سيبك، بطفش. بتطفشي ليه؟ ما انت عارفه هاني ان هو مهتم جدا بالديل ده. وهو مهتم ليه؟ مهتم عشان عايز الموز ده. تفتكري انت هتستعبطي؟ يعني انت مش فاهمه يعني؟ معرفش، انا كنت شاكه صراحه في الاول. خليكي كده، طفشي. بس هو انا ليه بلاحظ انك دايما بتحب تبوظي علاقات هاني مع الستات الحلوه؟ نعم،
اكيد يعني انا مش بغير على هاني مثلا. امال لو مش كده يبقى ايه؟ لا انت عبيطه ولا ايه يا نهى؟ انت فعلا متخيله ان انا بغير على هاني مثلا؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ انا كل الموضوع اني بتحمق لفيروز عشان هي صاحبتي، وهي اصلا اللي عرفتني على هاني، وهي اللي جابتني الشركه. وانت هنا مش عشان تشتغلي جاسوسه لفيروز على هاني يا رندا، هي اصلا ولا داريه ولا حاسه باي حاجه ومبسوطه وزي الفل. يبقى الصح انك تركزي في شغلك يا رندا. لا هو مش موضوع داريانا، المشكله ان فيروز عندها ثقه في نفسها رهيبه، ومش ممكن تتخيل ان هاني ده اللي هي اختارته من وسط كل الرجاله اللي حفيوا عليها يطلع بيخونها. هو حيوان قوي بصراحه، يعني واحد يبقى متجوز واحده زي فيروز يبص بره ايه الرجاله دي؟ يا ماما في ايه؟ ما كلنا حلوين، وبعدين كل الرجاله كده مش بس هاني، احمد جوزي مثلا سليم يعني، ما انت عارفه كويس قوي عامل فيا ايه. ده فريد جوزي. بصي قبل ما افتح الفويس نوت هقول لك هو بيقول ايه. حبيبي انا خلصت الميتنج. حبيبي انا خلصت الميتنج. شفتي هيشلني. يا بختك مفيش حد عاجبه حاله. انا فعلا مش سعيده في حياتي. ليه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور رندا. فين الاوفر بتاع رويد العمري؟ معايا من امبارح. لسه بركه. عملتي ديسكاونت كويس؟ لا ما عملتش ديسكاونت. انا عايزك تعملي ديسكاونت كويس، اعملي اكبر نسبه تقدري عليها. انا عايز الديل ده يخلص في كلمتين، اللي هو تقرا توقع باي اوفر. اوكي. وماله سهله. يلا انا في مكتبي. طيب اتفضلي وابقي لمي رجلك دي. بصي لايدك تويست. رول يور شولدرز باك. رجعي كتافك. رجعي كتافك ورا. رجعي كتافك ورا. لا مش بيس. تراي تو ليفت ات هاير. تبقى ستريت. يلا اند 1 2 3 5 minutes. يلا 5 minutes. 5 minutes بريك. يلا فيروز حبيبتي ازيك؟ انا عايزه اشوفك النهارده شويه. هاي يا رندا وحشاني يا زفته. بصي هخلص كلاس واكلمك نطلع ناكل حاجه سوا او نشرب كافي ماشي؟ فيروز. ايوه سوري ما لحقتش احفظ اسمك. محمد صح؟ لا 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 مروان. سوري يا مروان معلش انتوا كتير وكل يوم ناس جديده. معقوله يعني 3 شهور بحضر لك ولسه ما حفظتيش اسمي؟ سوري I'm not good with names. لا ان شاء الله المره دي اكيد هتحفظيه، يمكن عشان دي اول مره برضه اجي اتكلم معاكي فيها. بصراحه يعني انت مش فاهمه انا مبسوط هنا معاكي ازاي. ده انا بقيت بستنى مواعيد الكلاسز بتاعتك والله اكتر من اي حاجه ثانيه. جود جود. اكيد ابتديت تحس انه فارق معاك. الصراحه يعني انت تفرقي مع اي حد، ده وجودك في حد ذاته قدامي مصدر سعاده والله. ثانك يو مروان. يلا احنا البريك خلص. معلش ثانيه واحده بس، كنت حابب اعرفك بنفسي. انا دكتور مروان نشار دنتست وعندي مركز تجميل اسنان، واحد في القاهرة الجديدة وواحد كمان في دبي. والله طيب حلو، بس أنا الحمد لله أسناني مش عايزة تجميل. يلا خلينا نكمل الكلاس. ثانية واحدة بس، هو أنا ينفع آخد رقم تليفونك؟ هو في إيه؟ لا مفيش حاجة عادي، رقم تليفونك مش مشكلة. الرقم متعلق أهو، وأنت أكيد موجود على الجروب. لا الرقم المتعلق ده رقم البيزنس بتاعك، أنا كنت عايز البرايفت نمبر. سوري مش بدي رقمي لحد ما أعرفوش، وجوزي كمان بيتضايق. أوكي. سوري معلش، بعد إذنك. مروان ثانية تعال. ده رقم كوتش اسمها شيمو تي ار اكس. بتدي نفس الكلاسز بتاعتي واحسن بكتير وفي الجيم قريب من هنا. ممكن تحضر معاها من الاسبوع اللي جاي. يلا جايز ريلاكس يلا كله على ظهره يلا ستريتشنج يلا اسرع اسرع يلا عايزين نخلص. انا في ثواني. تقدري تعرف مين قتل الحقيقة؟ تقدري تقولي كده موهبة من عند ربنا؟ حاجة بتقولي في ودني هو ده أو امشي في السكة دي وتلات أرباع الوقت بتطلع صح. ما شاء الله. المكرونة حلوة؟ تحفة حبيبتي تسلم إيدك. مش أنا اللي عاملاها. دي مبروكة. مش أكيد بتوجيهاتك يعني؟ لا مش بتوجيهاتي. مش مشكلة.
عارفه بقى يا حبيبتي، لو مره فلتت مني يعني توقعت حاجه وطلعت غلط، اراجع نفسي كده الاقي لازم اكون عملت حاجه غلط في الفتره اللي فاتت. يعني مثلا كدبت كدبه عبيطه، دخلت في اللي ما يخصنيش، ربنا بيعاقبني على طول. زي ما يكون الهيبه دي هو مديهاني بناء على فضيله الصدق والامانه. لا بس انا متهيألي يا فريد ان مش المفروض البني ادم يقول كل حاجه كده مره واحده، يخبي شويه يعني عادي. لا ما هو في فرق ما بين انك تخبي حاجه او تمتنع عن الادلاء بمعلومه ما، وما بين انك تقول حاجه على عكس الحقيقه. هو ده الكذب. ادلاء؟ لا هو مش موضوع ادلاء خالص. يعني انت يا فريد عمرك ما كدبت عليا؟ لا طبعا، ولا عمري هكذب عليك. بس عارف ان ده ممكن يبقى ممل، ما تجرب تكدب عليا شويه. انت اكيد بتعرفي حبيبتي، انا حتى لو اتورطت وكدبت مش ممكن اكدب عليك انت. انا الكذب بالنسبه لي خيانه، وانا مش ممكن اخونك. بقول لك ايه، ما تيجي معايا اسوان؟ لا اجي اسوان اعمل ايه؟ استنى تاخدي اجازه شويه، هو بالنسبه لي بدل الشحطات واضطر ارجع في نفس اليوم، هو تغيير بالنسبه لك. ليه ترجع في نفس اليوم يا فريد؟ ما تبات، بات ليله بات ليلتين مش مشكله، يعني مش لازم اكون موجوده معاك عادي. انا مش ممكن اعمل كده. تعمل ايه؟ مش ممكن ابات بعيد عنك يا ابني. هو انا خلفتك ونسيتك؟ يخرب بيتك. موبايلي بيرن. الو، اي فيروز؟ ماشي بابا ماشي. سلام حبيبي، اخباره ايه انكل؟ كويس. عايز يتجوز تاني يا ستي؟ يتجوز؟ يتجوز مين؟ طنط بوسينة بنت عمه، كان بيحبها قبل ما يقابل ماما. طب وما اتجوزهاش ليه من الاول؟ ما هو كل شويه كان بيتجوز. لا بصي بقى، بابا اتجوز على ماما مرتين واتطلق، وجوز اتنين تانيين واتطلق. ماما كانت ممكن تقبل اي حد لانه عارف ان هيتجوز شويه ويطلق، الا طنط بوسينة، عارفه ان هي كانت الحب الاولي. متهيألي مامتك كانت عايشه حياه كلها سسبنس. مؤامرات وخطط بس خلي بالك، هي الوحيده اللي فضلت على ذمته لحد ما ماتت، كان بيعشقها. بس سبحان الله، انت مش طالع لباباك خالص، عكسه تماما. تحب تلعب على المضمون، بتخاف من التغيير، تقليدي يعني. ايه يا حبيبتي؟ تحب اتجوز عليكي؟ لا طبعا. عموما سيبك، انا نازله. الله، نازله فين؟ مش قلنا هنشغل فيلم ونعمل فشار ونسهر سوا؟ لا لا لا، انا خارجه اشوف فيروز. اشمعنى؟ عادي يعني، هنخرج كده نقعد نرغي في اي حاجه. ايوه، هتروحوا فين يعني؟ فريد يا حبيبي، انا بقعد في البيت مخصوص عشان خاطرك. بس انت كمان بيتوتي بزياده، مش كل ما هقول لك ان انا خارجه هتقلب لي وشك يعني. طب ما تخرجي معايا، انت قلت لي يلا نخرج قلت لك لا. عشان انت بتخرج غصب عنك يا فريد، ولما بتخرج بيبقى نفسك ترجع البيت، ولو خروجه اتلغت بتبقى في قمه السعاده. يعني بتقفلني من الفكره قبل ما تبتدي اساسا. اخرج معاك لما احس ان انت حابب تخرج معايا، مش بتعمل لي جميله؟ خلاص خلاص. اخرجي زي ما انت عايزه، وانا كمان اشوف حد من اصحابي يروح اي كافيه ولا حاجه. طيب تمام، ايه المشكله؟ لا مفيش مشكله، بس انت خارجه انت وفيروز بس صح؟ هاني مش جايه. انت غريب قوي يا فريد، وايه المشكله لو هاني جايه؟ مش كفايه مستحمله معاكي في الشغل؟ كمان هتخرجي معاه؟ ايه، خارج مع المدام والموظفه بتاعته؟ ايه ده؟ ايه الافكار دي؟ وايه الموظفه بتاعته دي؟ انا مش بتاعت حد. انا اسف حبيبتي، مش قصدي، بس انت عارفه كويس قوي ان هاني سمعته زي الزفت. ما بحبش ان حد يشوفك خارجه معاه، حتى لو مع مراته. ماشي يا فريد، عموما اطمن، انا خارجه انا وفيروز لوحدنا. أخيراً. والله أنا مش مصدق نفسي.
حلو قوي البرفيوم ده. هو انت كده عندك كل حاجه من الاخر؟ ايه بقى؟ زن 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 نتقابل اقول لك لا مفيش فايده. سنة دلوقتي تقريبا وست شهور وست ايام وست ساعات وست ستات. بغض النظر عن الاوفر اللي انت فيه، بس انا جو التثبيت والكلام الفيك ده ماليش فيه، بيقفلني. شوفي بقى، انا اخر واحد في الدنيا يتقال له الكلام ده. انا كل كلمه بقولها لو مش حاسسها وطالعه من قلبي ما بعرفش اقولها. وبعدين لو انا مش بحبك زي ما انا دايما بقول لك ما كنتش هصبر عليكي سنه ونص دلوقتي ولا ايه؟ بص، انا ما بحبش اعرف راجل متجوز خالص، طول عمري الموضوع ده مرفوض بالنسبه لي. انت واقف ليه؟ ما تطلع. ايوه صح. فهاني حد محترم وبيحبني، وانا مش عاوز اكتر من كده يعني. وكمان هو اب كويس جدا. طبعا. ايه ولا انت شايفه ايه؟ بصي، انا عارفه ان هاني عينه زايغه، يعني ممكن يبص يتنح شويه بس مش اكتر من كده. هاني بيحبني جدا، انا عارفه ده. ولا انت شايفه حاجه تانية؟ انت برضو معاه في شغله؟ لا بس عادي يعني، ما فيش حاجه معينه شايفاها. امال لو شفت اي حاجه هقول لك اكيد. لا لو شفتي ما تقوليليش لاني مش هصدق. هايل، انت صح. بس بقول لك ايه يا فيروز، ثقتك دي انت جايباها منين؟ عشان انا شايفه اني انا مريحه جدا، واخده بالي منه، بربي ساره كويس، واخده بالي من بيتي، مانيش ست مزعجه ولا متطلبه. مش هتكلم بقى في اني شكلي حلو كده يعني، اكيد مش ده المهم. اكيد يا حبيبتي شكلك حلو، شخصيتك احلى كمان. الراجل اللي معاه ست زيك مش المفروض يبص بره ابدا. انا ما بقتش شايف غيرك صدقيني. ولا ما باكلش بالكلام ده صدقني. انت عارف ان انا ست قوي، وعارف كمان انا كنت متجوزه مين، ولما افكر بس ياذيني عملت فيه ايه. ده اللي مخليني مستغربه ان انت بتفكر تلعب معايا وتقرب مني، وانت عارف انك لو بس فكرت تضايقني هعمل فيك ايه. بالظبط كده، علشان كده انا عمري ما هفكر ان انا اضايقك. بس انت لازم تصدقيني، فكره انك متجوز بس مضايقاني. انا فاهم ده كويس، بس انا عندي بيت وعندي عيله وعندي بنت، ويعني مش عايز اهدها بصراحه. بس في نفس الوقت مش قادر اقاوم نفسي اني ما اقربش منك. مستعد اعمل المستحيل علشان خاطر تبقي ليا، واعوضك عن اي نقص عندي. ده بجد. بصي، هو فريد كويس قوي، ستات كتير بيحسدوني عليه يعني. بس عارفه لما تبقي قاعده تسمعي مزيكا ما فيهاش بيت، مونوتون، ده مع الوقت بيبقى ممل قوي، بيخنق. فاهماني؟ فاهماكي طبعا. انت طول عمرك بتحبي الباد بوي اللي مقضيها وبتاع حوارات واللي يتنك عليكي. انت صنف زفت يا روحي. لا مش للدرجه دي على فكره. كل الموضوع ان انا ليا ذوق خاص يعني. طول عمري بحب احمد رمزي مثلا مش عبد الحليم، بحب رشدي اباظه مش شكري سرحان. فاهم قصدي؟ بحب ده، عارفه؟ فهماكي يا مجنونه. جيتي هنا قبل كده؟ 100 مره. لا بس المره دي غير. هنشوف. ايه يا حبيبي انت بتعمل ايه هنا؟ مفاجاه. صدفه فظيعه. ايوه مفيش، انا لقيت عربيتك واقفه بره فقلت ادخل اسلم عليكي. بس حبيبي انا ما جيتش بعربيتي، انا جيت بعربيه رندا. ايوه ما انا شفت عربيه رندا، ما انا عارف يا حبيبتي ان انت معاها، فعشان كده قلت ادخل اسلم عليكي. اوكي. مساء الخير. رويدة، ازيك يا روحي؟ وحشتيني قوي. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انا عارفه انت ما تعرفينيش، بس ممكن تكوني سمعتي اسمي. انا رندا عبد الحميد، سيلز اند ماركتنج مانجر في شركه هاني عرفات. اللي قاعده هناك دي تبقى فيروز مراته. وهو اكيد ما كانش يعرف ان هي موجوده هنا. وانت كمان حد ليكي قيمتك ومكانتك في المجتمع، فبليز ما ينفعش نعمل اي موقف يخلي شكلنا وحش من فضلك. الحيوان ده انا داخله معاه المكان قدام الناس وجايه معاه في عربيته، وهو جري زي الارنب لما شاف مراته. وكويس انك وقفتيني، عشان ما ينفعش اقلل من نفسي عشان واحد زي ده. بس قولي له لو لمحته في مكان مش هخلي له كرم. سوري دي واحده صاحبتي كده. شفتي البيه ده اللي جاي يتجسس عليا؟ جسس ايه بس يا بيه؟ بس انا ما ينفعش يعني ابقى شايفك في مكان وما تخش اسلم عليك. بقول لك ايه؟ انا لازم امشي دلوقتي عشان عندي ميعاد مع ناس مهمه جدا، ما تاخريش. ماشي يا روحي، انا مش هتاخر. اوكي. يلا باي. 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 باي.
رهيب هاني جوزك ده، رهيب. رهيب ازاي؟ خطير يعني، بيعملك مفاجآت كده ويجيلك فجأة. رهيب. عربيتي يا ابني بسرعة. برافو يا بيبي، احسن حاجة عملتيها بجد بجد، بهرتيني بذكائك. سوري يعني على الموقف الزبالة ده، بس دي مراتي. من فضلك تعالى. انا بكلمك على فكرة. الراجل ده بيعكسني. مستر هاني عرفات؟ ازاي يا فندم؟ بعدين لسه داخل مع حضرتك من 5 دقايق. روح انت عبد الرحمن، هاني مزعلانة شوية. انا يا فندم. هو انت عبيط يا ابني؟ متخيل بعد الموقف الزبالة اللي انت عملته جوه ده، متخيل ان انا ممكن ابص في وشك تاني؟ روح اسأل موظفة بتاعتك، انا قلت لها. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ رويدة احنا في الشارع. الو؟ ايوه؟ انا شفتك. طيب انا جاي. الله يخرب بيتك يا خالد الكلب، ويخرب بيت نبرك. تلات آلاف جنيه؟ التلاجة فيها حاجة غلط، مش عاجبني تبريدها. هي مش لسه في الضمان؟ في الضمان. مالك متنشر كده ليه؟ على فكرة أنا اللي المفروض أبقى متضايقة مش أنت. أنت بصيتي على الواتساب بتاعك النهاردة؟ لا ما بصيتش. اشمعنى؟ بصي عليه لو سمحتي عشان في حاجة محتاجة تفسير. أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ ما الأسهل إنك تبصي على الواتساب عشان تعرفي تردي عليا. اوكي. طب ايه بقى؟ انت ليه بقى؟ فسري لي الرساله دي. لا قبل ما افسر لك اي حاجه، انت ليه بتفتش في موبايلي؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انك بتشك فيا. مش انت اللي طلبتي مني افتح التليفون ابص على الرساله بتاعت البنك وهو بعت ساعتها؟ حتى لو مش المفروض تفتحها. وبعدين مسج عاديه جدا يا فريد. الراجل بعت لي مسج بيشكر لي فيها على موقف كويس حصل بيني وبينه امبارح، ايه المشكله؟ اللي هو ايه بقى؟ مش هقول يا فريد، مش هقول عشان حاجه ما تخصنيش. لا معلش يا رندا، محتاجك تقولي لي. انا لما قلت ليش هيبقى عندي علامه استفهام كبيره قوي. بصراحه اللي عملتيه ما كنتش اتوقعه خالص. اولا جدعانه رهيبه، ثانيا ذكاء فظيع، وانا نقطه ضعف الست الذكيه، وانا موتي وسمي الراجل الغبي. هو ايه كنت قصدين؟ انا هفصل جدا منك على فكره. هو في حد تاني غيرك في الاوضه يا هاني؟ بص بقى هاني، اللي انا عملته امبارح ده لا هو ذكاء ولا هو جدعانه ولا هو عشان خاطرك انت اساسا. اللي انا عملته ده انا عملته عشان خاطر فيروز صاحبتي المحترمه، عملته عشان احميها من موقف سخيف جدا وبايخ ومؤذي لاي ست بتحب جوزها ومخلصه ليه. رندا انا ما كنتش عارف انها موجوده جوه، انا مش بالغباء ده على فكره. لا والله تصدق ظلمتك، ما كنت تقول من الاول. انت مستفز قوي يا هاني على فكره. انت ليه بتعمل كده اساسا؟ ليه تبص لغيرها؟ ليه تبقى متجوز ست زي فيروز وتدور على واحده ست تانية؟ فهمني. كل الرجاله بتعمل كده على فكره، مفيش راجل عينه ما بتروحش على ست تانية. بس ده ما يمنعش ان انا بعشق فيروز. لا كتر خيرك والله. على فكره بقى، مين اللي قال لك ان كل الرجاله كده؟ لا يا هاني، مش كل الرجاله كده. انا جوزي مش كده. ابويا الله يرحمه ما كانش كده. في رجاله محترمه على فكره. بتخلص للست اللي معاها. بتعرف قيمتها كويس قوي. وفي رجاله تانية بقى ما يملاش عينهم غير التراب. بس خلي بالك بقى يا هاني، كما تدين تدان. والراجل اللي زيك انت بقى بالذات لازم يخلي عينيه في وسط راسه، لازم يخلي باله كويس قوي على مراته
اللي كل يوم فيه مليون راجل بيحاول يقرب لها، وهي بتصدهم عشان بتحبك، عشان بتحترمك وبتحترم نفسها وبتحترم علاقتها بيك. عن اذنك. عن اذني ايه بس؟ استنى استنى، انت بتقولي ان في رجاله بيحاولوا يقربوا لفيروز؟ مالك مستغرب قوي كده ليه؟ اه طبعا ده شيء طبيعي جدا، اي ست في الدنيا معرضه لده، بالذات لو كانت ست حلوه. طب ما انت ست حلوه ليه مش بتتعرضي لده؟ لا يا شيخ، ده على اساس ان انت شخصيا ما حاولتش معايا مليون مره لحد ما اتاكدت انه مستحيل يحصل. انا ما بيكونش قصدي حاجه، انا بكون بهزر. هاني، الهزار اللي انت بتبقى بترميه ده انا واي ست في الدنيا بنبقى فاهمينه كويس قوي، بنبقى عارفين انتوا بتعملوا ايه كرجاله، بتبقوا بتخبطوا على الباب مستنيين رد فعل، وزي ما انت بتخبط في غيرك كتير بيخبط، والستات كمان انواع، في اللي بتفتح الباب وفي اللي بتواربه وفي اللي بتقفله ضبه ومفتاح. تعرفي حاجه عن فيروز انا ما اعرفهاش؟ فيروز مراتك دي فله، يا ريت كل الستات زيها، حلوه وبتحبك ومخلصه. هي خساره فيك اساسا. وعلى فكره هنا انا لو في اي حاجه تانيه اعرفها مش هقول لك غير اللي انا بقوله دلوقتي. انا مش عارف انت بتطمنيني ولا بتخوفيني. انا بفوقك. طب والرجاله اللي بيحاولوا يقربوا لها دول ما يعرفوش هي مرات مين؟ لا انت فظيع يا هاني على فكره، يعني حتى التفصيله دي اللي فارق معاك فيها نفسك ما يعرفوش هي مرات مين؟ على فكره بقى اللي هيبقى عارف ان هي مراتك ده هيبقى متحمس اكتر انه يقرب لها ويحاول معاها. ست حلوه وجوزها عكاك وخاين، يبقى ممكن تكون هي كمان بتعك، صح؟ عن اذنك بقى عشان عندي شغل كتير. رندا. نعم. ايه؟ في حاجة حصلت مع هاني؟ شكلك طالعة متضايقة يعني. اسكتي، امبارح حصل موقف سخيف جدا. لا لا لا، تعالي احكي لك، تعالي احكي. أنا في 7 سنين خلعت 5 رجالة، والسادس جاي في السكة. طب أنا ليه حساكي فخورة بالموضوع؟ لا أصل أنتِ مش فاهمة يا فيروز، رشا مش بتتسلى. رشا عندها هدف وبتشتغل عليه. لما اخلع الراجل العاشر هكون اثبتت لنفسي ولاي بني ادم ان موديل الراجل ده نازل خاين باي ديفولت. هو مخلوق كده، يعني مثلا زي ما هو مخلوق بدقن وشنب، ودي مواصفاته الشكليه، برضه مواصفاته الاخلاقيه انه يكون خاين، ما يقدرش يكون غير كده. صح طبعا، انا معاها جدا. لا بس انا مش شايفه كده. مش شرط يعني، مش كل الرجاله خاينين على فكره. انا بصراحه شايفه ان كله في ايد الست. يعني لو الست واخده بالها من نفسها ومن جوزها ليه يبص بره ويخون؟ لو هي ماليه حياته كفايه مش هيبقى عنده الفرصه انه يفكر في ده. معلش سوري، انت قلتي لي اسمك ايه؟ فيروز، اسمها فيروز. اوكي، طب تفسري بايه بقى يا حبيبتي ان الخمسه اللي انا خلعتهم بسبب الخيانه ومتصورين صوت وصوره؟ باينه يعني. سوري، اكيد المشكله فيكي. هو انت كمان يا رشا بصراحه يعني بتبقي داخله العلاقه وانت مبيته النيه انك تخلعيهم. انا بعمل بحثي، انا دكتوره نفسيه يا جماعه، وعندي امانه علميه، ووهبت نفسي للتجربه العلميه دي، والتجربه اثبتت انه مع كل جوازه انا صح. ما هو انت لو هدفك في كل جوازه انك تخلعي جوزك فده سهل، هتهمليه وتتعبيه فيبص بره تقومي قفشه وتخلعي وبكده تفتكري انك صح. هي دي نقطه الامانه العلميه اللي كنت بتكلم عنها. انا ما بعملش كده خالص، بالعكس انا بكون في قمه الاخلاص للعلاقه، وبعمل كل اللي يسعد جوزي وبخليه سعيد ومتهني على كل المستويات. وعلى فكره انا بعرف اعمل كده كويس، والدليل على كده انهم كانوا صعدة معايا، محدش فيهم كان راضي يطلق، كانوا بيبوسوا رجلي علشان افضل عايشه معاه. امال الخيانه كانت بتحصل امتى وليه؟ ما هي دي الحاجه الوحيده اللي كنت بسيبها عن قصدي، بسيب لهم المجال خالص وكل واحد وضمير. والنتيجه مذهله يا حبيبتي. اللي لاقيه مع صاحبته في الشغل، واللي لاقيه مع جارتي، واللي لاقيه مع زميلتي وصاحبتي الانتيم، واللي لاقيه مع الشغاله، وكل واحد بقى وذوقه. طب ما هو ده اللي انا بقوله يا جماعه، انت تحطي النار جنب البنزين وبعدين تقولي الحريقه ولعت ليه؟ طبعا، والا الاختبار العلمي اللي انا بعمله ده يبقى اختبار فاسد. تعالي نقول مثلا لو جبنا حرامي وحطيناه في اوضه فاضيه هيسرق ايه؟ لكن لو حطينا له 100 جنيه هنا ولا هنا مش هيسيبها، صح؟ صح طبعا. وساعتها نقول عليه ده حرام. لكن لو جبنا حد تاني خالص وحطينا له 100 جنيه هي هي وما مدش ايده عليها،
ساعتها بنقول عنده ضمير. وجهات نظر بقى. أنا شخصياً شايفة إن كل إنسان معرض إنه يغلط، والمفروض الناس اللي حواليه تساعده إنه ما يغلطش، مش تهيئ له الجو وتعمل له كمين وبعدين تيجي تحاسبه. لا معلش، ثانية واحدة. أنا هما سامي فيروز، أحمد جوزي، 10 سنين متجوزين. أول 5 سنين في حياتي كنت بعمل معاه المستحيل عشان يبقى مبسوط، وعمري على فكرة ما كنت بفكر زي رشا، ولا عمري كنت عايزة أعمل له كمين، ومع ذلك أنا متأكدة إنه بيخوني. شفتي حاجة بعينك؟ لا ما شفتش، بس عارفة. لا لا، ده كلام مش لوجيك خالص. فيروز، في حاجات كتير قوي بتدل على الخيانة، والست الشاطرة حتى لو شوية تقدر تعرفها بمنتهى السهولة لو شغلت عقلها. طب إيه هي العلامات دي بقى؟ حاجات كتير قوي، يعني مثلا خروجه من البيت كتير، اختفائه فترات طويلة بدون أي سبب، طريقة تعامله مع موبايله، يعني حاجات كتير قوي. لا حاجات كلها مش في جوزي الحمد لله. أنا شخصياً جوزي لو عليه عايز يقعد في وشي 24 ساعة. شفتي بقى إنه مش كل الرجالة خاينة. طب أنت يا فيروز، جوزك كده؟ لا مش كده، بس أنا عارفة إنه مش بيخوني. طب قولي لي، تعرفي جوزك فين؟ مين يعرف؟ أنا عن نفسي جوزي في الصين أساساً، وأنا جوزي سايباه في البيت. وأنت يا فيروز، أنا عرفت إن جوزك يبقى هاني عرفات. تعرفي هو فين دلوقتي؟ عنده مواعيد. مواعيد؟ دي أكتر كلمة بيستخدمها الرجالة. برافو. طب ويا ترى المواعيد دي بقى مش جايز تكون مع واحدة تانية؟ لا مش مع واحدة تانية. إيه ده؟ أنت جيت تاني إزاي؟ إيه رأيك في المفاجأة دي؟ دي أحلى مفاجأة في الدنيا. بجد يا فريدة، أنا كنت هبقى عبيطة لو ما سمعتش كلامك زمان. حبيبتي أنا راجل في كلمتي. أي حرف أو كلمة أقولها لازم أبقى. تحبني يا فريد؟ بحبك قوي يا عبير. طب ورندا؟ رندا بحبها. بحبها وما اقدرش اسيبها. وقلت لك مليون مرة لو عايزانا نبقى سعداء مع بعض. مالكيش دعوة بحد تاني. فريد عادي يعني، ما هي ضرتي ولازم اجيب سيرتها. وانا مش عايزك تتدخلي في اللي مالكيش فيه. ما تخلينيش هندم اني جيت. طب خلاص ما تزعلش. وليد نام؟ خلص مذاكرته مستنيين. طب تعالي نخش نقول كلمتك. تعالي. مشكلتي فيروز. ايه ده؟ صدفة، والله العظيم صدفة. أنا باجي هنا النادي كتير. هي أحسن تكون صدفة وإلا هيبقى عندك مشكلة كبيرة معايا. أنا أكيد مش براقبك يعني. هي الصراحة صدفة، بس يعني أحلى صدفة في الدنيا والله. آه والله؟ طب وإن شاء الله الصدفة دي ما تتكررش. يعني أنت كمان عايزاني نتحكم في قدر ربنا؟ بقول لك صدفة. لا أعرفه إن الصدف مش بتتكرر كتير، ولو اتكررت يا ريت ما اعرفش بيها. يا عم تجاهلني، تعرف يعني اعمل اكنك ما شفتنيش. وحاجه كمان، انا مش مبسوطه بوجودك في الكلاسز بتاعتي. ماشي، اوعدك هحاول ما اجيش الكلاسز تاني. هاي مساء الخير. هاي مساء النور. يلا سلام. زعلانه منك على فكره. ايه المتخلفه دي اللي قعدتوها معايا؟ عندك حق والله، هي متخلفه فعلا، بس هي ما تقصدش، هي مدب بس شويه، وبعدين معقده من الرجاله زي ما انت شايفه، بتكرههم، فانا مش عايزاكي تاخدي على كلامها خالص. مين اللي كان واقف معايا كده؟ واحد من اللي بياخدوا كلاسز عندي. اوكي، بس صدقيني الست دي نرفزتني فعلا. ايه الكلام اللي هي قالته على فريد جوزي ده؟ يا بنتي دي واحده مش طبيعيه، فظيعه. طب بقولك يا فيروز، هو انت بجد شايفه ان فريد جوزي مش جذاب؟ يا بنتي فريد كويس جدا، سيبك منها، دي مجنونه. بس هي عندها حق شويه برضه. انا فعلا اتجوزت فريد عشان هو طيب، انما فعلا شخصيته مش جذابه خالص. هي صح، حتى لو كده بس واخد باله منك وبيحبك، وده الاهم. فيروز انت عارفه انا عشان اعرف اقعد القعده دي معاكوا عملت ايه؟ اتعمدت اعمل الموبايل سايلنت وما بصيتش فيه خالص، وفعلا اول ما شفت التليفون عارفه لقيته طالبني كم مره؟ 15 مره. طب ما تقولي له يخف شويه. قلت له والله، قلت له اتفضلي اهو بيتصل. ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ هو بليز جاي. ايوه يا فريد. ايه روحي، قولي لي حبيبتي جاي امتى؟ ربع ساعه وراجعه يا حبيبي. ايه ده فعلا؟ ماشي يا حبيبي، مستنيكي. سلام. باي. انت هتمشي؟ حبيبتي لازم امشي. هعدي عليكي بكره بعد الشغل، وجايزه شنطتك هاخدك يومين كده اسوان احمصك. هنسافر؟ خلص القضيه اول يوم الصبح، وبعد كده انا وانتي. ومش بس كده، ايه ده كمان لو كسبت القضيه دي عندي هدايا. هتجيب لي ايه يا فريد؟ انا جبت خلاص. طب جبت ايه؟
فريد انت جبت الخاتم؟ بس مش هديهولي غير لما اكمل بقيه الطبق. ماشي. فريد انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي. حبيبتي طول ما انت بتسمعي كلامي ومريحاني مش هتندمي ابدا. يلا سيبيني امشي. طيب. باي. باي. أنا همشي. طب ما نقعد نص ساعة كمان، حتى الشركة فاضية. يا حبيبي لو قعدنا لبكرة الصبح برضو مش هتطول مني حاجة، وبعدين عيب احنا في شركتك. هي مراتك ايه نظامها صحيح؟ مفيش مكالمة؟ لا أنا مراتي مسيستمها كويس، وبعدين هي عارفة إنها ست حلوة وعندها ثقة في نفسها كبيرة أوي. غلبانة؟ بس أنا مش غلبانة. وبعدين حوار العربية اللي أنت باليتني بيه ده مش هتكتبها باسمي لو كانت هدية فعلا؟ هكتبها لك طبعا، الأسبوع الجاي هتبقى باسمي. سواء صاحبها يعني دخل يعمل عملية صغيرة كده، أول ما يخرج هكتبها باسمك على طول. هو أنت عندك فكرة لو كنت بتكذب عليا شوية أنا هعمل فيك إيه؟ أنا أقدر. ده أنا أتمنى لك الرضا ترضى. أنا عارفة هاني عرفات كويس، من النوع اللي بيعجب الستات. وأنا بقول لك بقى إن جوزك بيخونك. دي جيتي يا حبيبتي؟ شويه. ايه عملتي ايه النهارده؟ كنت لسه قاعده مع واحده كده صاحبه رندا ونهل. تصدق بتقولي ايه؟ ايه بتقولي؟ انك بتخوني. وبعدين ايه اللي وبعدين؟ يعني الست السافله اللي مش محترمه اللي غلطت في جوزك دي رديت عليها وقلت لها ايه؟ اكيد رديت عليها واديتها على دماغها كمان. تمام. طب الست دي ما تعرفهاش تاني، مفهومه فيروز؟ أكيد. بس سؤال، تفتكر ليه هي قالت كده؟ ما قلتلك عشان سافلة مش محترمة وحقودة كمان. لأن حتى لو كلامها ده صحيح فهي ما تعرفكيش أصلاً وعلاقتك بيها علاقة سطحية، فبتقولك ليه كلام زي ده إلا بقى إذا كان ليها غرض زبالة زيها. بس أنا فكرت في كلامها وما بقتش عارفة الصراحة هيكون هدفها إيه من ده كله. عينها منك مثلاً؟ أنا ما أعرفهاش عشان تبقى عينها مني. ثانياً لا أنا ولا أنتي نعرف الناس بتفكر إزاي ووراها إيه. تمام؟ أنا داخل أخد شاور. اسمع، أنت عارف لو كلامها ده طلع صح في يوم من الأيام أنا رد فعلي هيبقى إيه؟ أنا مش عاجبني صيغة التهديد اللي في كلامك. مش تهديد. لا تهديد. مش تهديد، بس فرصة إني أقول لك إن ثقتي فيك دي حاجة غالية قوي عندي. لو طلعت رخيصة عندك تبقى أنت حاسبها غلط. ايه الحكاية دي؟ في ايه؟ ايوه فيروز فين؟ مش عرفني. ايوه لسه عند رندا يعني؟ فيروز ما جاتش اصلا. نعم يا اختي. اهدى بس، اهدى واقعد. هاني انا مش هستحمل الوضع ده كتير. انف. عايزه ايه يا نهر؟ عايزه اعرف انا ايه في حياتك؟ ودلوقتي حالا. انت عارفه ان انا غصب عني يعني علقت بيكي وخليت نحبك عشان عرفت ان انا مش مبسوطه مع جوزي وانه بيخوني فقلت اصطاد في الميه العكره، مش كده برضه؟ طب ما انا كمان حبيتك، بس انت بقى مصممه تحطي حواجز ما بيننا. لا ما هو الحواجز دي هتفضل بيننا طول ما انا على ذمة راجل. يعني قلت لك اتطلق منه وفورا، انت ما رضيتش. وقلت لك على فيروز انا ما عنديش مشكله ان انا اتجوزك بالسر، برضه ما رضيتش. وانا ما اقدرش اعمل الخطوه دي، ما اقدرش اكون سبب في طلاقي، ادمر بيت واسره. انت ايه مش همك ولادك ولا ايه؟ هاني بطل استهبال بقى. عمر الشيطان ما يعرف يعمل دور ملاك، ببساطه كده لا هيعرف يطلع لك جناحات ولا هتعرف تخبي ديلك. بقى انت عايز تقنعني انك خايف قوي على البيت والاسره؟ يا حبيبي لا، وفي نفس الوقت ما عندكش مشكله خالص انك تصاحب مع واحده متجوزه، صح؟ انا ما قلتش كده. أنا ما انكرش إن أنا عندي مشاعر ناحيتك مش قادر أسيطر عليها، وبقومها دايما بواحدة زي رويدة وغيرها،
عايزه تطلقي اتطلقي، بس بعيد عني، وما تطلقيش على اساس ان احنا ممكن نتجوز، علشان انا بصراحه مش ضامن ان انا اقدر اعمل الخطوه دي. بص بقى، انت عارف كويس قوي ان انا عارفه كل مصايبك واللي انت عملته مع ستات ولاد عيله ومنهم متجوزين، فالاحسن لك انك ما تلعبش معايا. الله 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 الله. طب لسه كده بقى يا نهلة، هو انا فاهم انك بتحبيني ولا انا فاهم غلط؟ بتفرق معاك قوي؟ طبعا يفرق معايا ان احس انك ما عندكيش مشكله انك تاذيني. عارفه ليه؟ علشان انا لو في اتنين تلاته في الدنيا دي بديهم ظهري وانا مغمض، فانت حد من التلاته دول. ازاي جاي دلوقتي بكل بساطه وبكل سهوله عايزه تدمري لي بيتي ومستقبلي؟ انا بحبك وهفضل احبك، وانا قلت لك انا مستعده اتجوزك في السر، عشان انا بجد مش مبسوطه مع احمد، وبعدين انا متاكده ان هو بيخونني. لا علشان خاطري شيلي فكره الجواز دي من دماغك. هي بقت كده ماشي، الايام بينا وانا هتطلق وانت هتتجوزني من شو. والنبي قمر اسلمي لي يا حبيبتي، اسلمي ايدك بجد يا حبيبي. مش عارفه اشكرك ازاي على الاجازه الحلوه دي، انبسطنا قوي. انت تستاهلي كل حاجه حلوه يا حبيبتي، ولسه ايام هتشوفي طول ما انا راضي عنك. ربنا ما يحرمنا منك يا فريد. فريد من فضلك تخلي بالك من نفسك. حاضر، ودي خلي بالك من وليد قوي. بعد الهدايا واللعب الحلوه دي اظن انا كده عداني لعب وازح. عايز اشوف بقى الشطاره في المدرسه. ماشي؟ ماشي. يلا يلا على وقع عساسين. ممكن افهم ايه الطريقه اللي انت بتكلم بيها الولاد دي؟ ايه يا نهله مالها طريقتي يا حبيبتي؟ حد يقول لولاده اللي في مدارس امريكان عداني العيب وازح وازح؟ وبعدين ايه عساسين دي؟ جبتها منين دي؟ بلدي. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ قول. سيبك انت والنبي عشان انت وحشاني قوي قوي. ما تيجي بقى تفكي التكشيره اللي على وشك دي ونقعد كده مع بعض شويه وخلينا نشهيص. نشهيص؟ نشهيص ايه يا قفيل انت؟ احمد اختار كلامك شويه، ايه اللغه دي؟ حبيبتي انا قلت لك 100 مره قبل كده، انا راجل تاجر وبقعد مع ناس كتير باخد منهم وبياخدوا مني، وبعدين كل واحد بيتاثر باللي حواليه. هرشه؟ لا مش هرشه. وكده انت قاصد تزودها وتغلس. اللي انت فيه ده بسبب قعدات المزاج والحشيش، هي دي لهجه الحشاشين. هو انت قنبله نكد؟ مفيش مره كده اجي الاقيكي مبتسمه في وشي لابسه لي حاجه حلوه، حتى شويه برفان حلو من اللي انا بجيبهولك. انت ما بتحبنيش؟ والله واحده بقى لها سنتين بتقول لك عايزه تتطلق، تفتكر ايه يا احمد؟ وليه يا قلب احمد عايزه تتطلقي؟ انا عمري عملت معاكي الغلط؟ مشكلتك انك سايق الهبل على الشيطانه ومتخيل اني في نومه. انت عايشه في الاوهام ودي مشكلتي معاكي. امال الستات اللي انت رايح جاي معاهم دول ايه؟ يا حبيبتي انا راجل من ضمن شغلي الملابس، وستات كتير بتشتغل في الملابس، لكن انت عمرك مسكتي عليا حاجه؟ ماما الله يرحمها كانت تقول اللي ما يشوفش من الغربه ليبقى اعمى، وانا مش هستنى لما اشوفك في حضني واحده. انت عارف كويس قوي ان ياما سمعت وشفت. كلها مواقف ما تدلش على اي حاجه. ايه يعني بدلع واحده بقولها يا بسبوستي ولا يا مريومتي؟ الدنيا اتهدت. بصي يا بنت الناس، حافظي على بيتك وعيالك وبلاش قله عقل. يا حياتي. استغفر الله العظيم. حبيبتي عدي بسرعه بس عشان الحته دي مهمه قوي. ولا مهمه ولا حاجه، ولا الفيلم كله مهم وممل كمان. ازاي بس؟ ده اقوى فيلم سسبنس السنه دي. لا يا حبيبي، انت لو عايز بقى تشوف السسبنس اللي على حق يبقى لازم تجربه اصيع اختراع انا جبته معايا من الصين. بصوا بقى يا جماعه، الجهاز ده هو اللي جاي سنة سنتين وهيبقى موجود في كل بيت مصري، بس أنا دايماً طبعاً اللي بجيب الجديد سباق. يعني الفيلم بتاعي ممل واللي أنت بتقوله ده مش ممل؟ على فكرة أنا حكمت على الفيلم بتاعك بعد ساعة فرجة، أما بقى يا حبيبي أنا الفيلم بتاعي لسه ما ابتداش. وبعدين اتقل بس يا أخي، مش تعرف ده إيه الأول؟ أه صحيح، ده إيه ده؟ ده يا سيدي أصغر جهاز لكشف الكذب. يعني لا مؤاخذة كده لو في حد في القعدة دي كذاب
يقوم يروح، الكذاب يروح. طب يا حبيبي ما تروح، مستني ايه؟ لا يا حياتي، انا عن نفسي مش كذاب وهتشوفوا بنفسكم. لا معلش يا جماعه، ثانيه واحده، انا مش فاهمه اي حاجه. يعني يا رندا هانم، لو انا وصلتك بالجهاز ده وسالتك اي سؤال وانتي جاوبتي عليه بالصدق، الجهاز هينور اخضر ويكتب ترو. اما بقى لو جاوبتي كده هينور احمر ويزغرط ويصفر ويقلب الدنيا. يعني ايه ده، لعبه يعني؟ لا يا ست الكل، لعبه ايه؟ اللي قدامك ده جهاز كشف الكذب الحقيقي. طب واحنا هنتكلم كتير ليه؟ مين عنده استعداد يجرب؟ انا ايه حبيبي، جرب انت الاول، لو لقينا الجهاز مظبوط احنا نجرب. والله نهلا عندها حق، انت هتجرب فينا؟ نجرب فيك انت الاول. موافق، نختبر الجهاز الاول ونشوف اذا كان هيقول صح ولا غلط. انا بصراحه مش مقتنع بالهبل ده، يعني فيك وحياه امي ما فيك. انا لو وصلتك بالسنسور ده، هو بيقيس ضربات القلب وضغط الدم وبيعرف اذا كنت انت بتقول الصدق ولا الكذب. يا عم بطل الهبد بقى وخلينا نرجع نشوف الفيلم. لا لا، انا حابه نجرب، وانا كمان حابه نجرب، كلنا هنجرب عادي يعني، طالما هنضيع وقت خلاص يعني. هو انت ضدي ليه يا عم هاني؟ طب انا هقول لك على حاجه، ما تيجي نختبر الجهاز وتسالني سؤال كده انا وانت عارفين اجابته كويس قوي، وانا هجاوبك عليه مره صح ومره غلط، ونشوف الجهاز هيقول ايه. ماشي. البيت ده بيت مين؟ ده بيت فيروز وهاني. ها؟ قلتش انا حاجه؟ اهو زي ما انتوا شايفين صادق. اسال بقى مره ثانيه. البيت ده بيت مين؟ بيت فريد ورندا. واو، شفتوا بقى؟ اهو قلتش حاجه انا. طيب هسالك دلوقتي اسمك ايه بس جاوب غلط. ماشي. اسمك ايه؟ هاني. اهو شايفين؟ طب جاوب صح. اسمك ايه؟ اسمي احمد. طب بصوا بقى، ما ندخل في الجد. ايوه بقى، احمد حبيبي، عمرك خنتني؟ عمري ما خنتك. على فكره الجهاز ده بايظ. ليه بس؟ ما احنا جربنا اهو. جوزك مش بيخونك، اتبسطي. طب اقول لكم على حاجه يا جماعه، كفايه كده على احمد، عشان نتاكد من الجهاز ده نجربه في فريد. فريد بالنسبه لي كتاب مفتوح، يعني مفيش مجال ان الجهاز يلخبطنا. ماشي يلا فريد. لا لا، انا مش عايز العب اللعبه دي، اديها لهاني. جرب انت هاني. هيجرب، كله هيجرب. جرب انت، مفيش منك خوف يا فريد. يلا هات ايه. بس تسألي اسئله سهله يا عم، انجز بقى. يلا قولي يا فريد، عمرك خنتني؟ انا مش عايز العب اللعبه دي يا جماعه، بس ما... اوبا، انت بتخلع ولا ايه يا متر؟ شفتي بقى حياتي؟ احمد، انا ما اعرفش الجهاز ده حقيقي ولا مش حقيقي، مظبوط ولا مش مظبوط. ما عنديش استعداد ان انا اغامر في اسئله حساسه زي اللي المدام بتسالها دي، عشان نلعب ونتسلى. اللي بتعملوه ده غلط يا جماعه. انا رايي كده برضه. لا انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا مصممه انك تجاوب يا فريد، عشان اجابتك انت بالذات هي اللي هتبين الجهاز ده مظبوط ولا مش مظبوط. يعني انا قلت لك لا ما بخونكيش، والجهاز قال كذاب، هتصدقيني انا؟ اه طبعا هصدقك انت. مالك بتبص لي كده ليه يا احمد؟ طبعا انا عارفه جوزي كويس جدا وواثقه فيه، اكيد مش هشك فيه عشان حته جهاز يعني. ماشي. طيب بس بشرط، لو انا هلعب اللعبه دي يبقى كلكم هتجربوها، رجاله وستات. احنا هنجربها، انت الاول وبعديك هاني وبعدين انا وكلنا. يلا اتفضل. بص يا سيدي، هسألك سؤال تجاوبه مرة صح ومرة غلط، اوكي؟ انت بتشتغل ايه؟ محامي. تاني، انت بتشتغل ايه؟ دكتور. واو، في اي ست ثانية في حياتك غيري؟ هتجاوب؟ لا. لا الجهاز ده بيهبل على فكرة. قلتلك. طب معلش نسأل تاني ونتأكد. فريد، أنت بتخوني؟ ما تجاوب يا فريد. لا. يوه الهبل ده بقى، أنا عندي تليفون مهم أعمله شغل. طيب دورك يا هاني.
أنا بقى هسألك، حاسب عايز أعدي قلب وشك ليه؟ وسع يا هاني. أنت ما عايز أتكلم معاكي. نعم. أنت صدقتي الهبل ده؟ آه. فيروز دي مجرد لعبة. كل الأسئلة اللي كان سهل تجاوب عليها بالحقيقة كان الجهاز شغال ترو ترو، لكن لما بقت عن الخيانة والستات الوضع اتغير. بتخوني يا هاني؟ أكيد لا. أوبا، أنا شكلي ضيعتكم كلكم يا أولاد. أكيد في حاجة مش مظبوطة. أنا عارفة يا حبيبي، ما تتوترش، خد نفس كده. هسألك سؤال تاني، في أي ست بتشوفها أو بتكلمها اليومين دول وعجبك؟ ما خلاص بقى يا جدع. لا لا لا، إحنا قلنا من الأول إن كله هيجرب. رد يا هاني. رد يا هاني. لا. عارف، طول عمري ثقتي في نفسي وفيك كبيرة قوي، وعمري ما صدقت حاجة عنك، بصدقك أنت وبس. لكن من الواضح إني أنا كنت ست ساذجة قوي. أكيد كل الستات اللي بيقولوا عليا هبلة، صح؟ رد، بيقولوا عليا هبلة وأنت تضحك، صح؟ يا فيروز استني. طيب عايز تقول ايه يا فريد؟ عايز اقول لك عيب. عيب لما تصدقي لعبه وتكذبي جوزك. طب حطي نفسك مكاني، ازاي كل الاسئله اللي انا عارفه اجاباتها الجهاز بيقول على الصح صح والغلط غلط؟ طب واحمد؟ ما انا وانت عارفين انه بيخون مراته، ومع ذلك لما قال لا الجهاز قال ترو. ايه بقى؟ لا والله احنا ما نعرفش، مراته هي اللي بتقول، يمكن تكون فاهمه غلط. بجد؟ الجهاز العبيط ده يعرف احمد اكتر من مراته؟ ويعرف عني اكتر ما انت تعرفيني؟ على العموم لو انت مصدقه ده يا رندا، خلاص ما عنديش حاجه اقولها غير الله يسامحك. انا بعد ضلنا اسم، انا رايح اصلي العشاء، ادعي لك ربنا يهديكي. قول لي بتعمل ايه؟ احمد يا احمد. بنام يا حياتي. قول لي بتعمل ايه عشان تخلي الجهاز يقول فولس او ترو؟ الجهاز موجود عندك بره في الليفينج، قومي جربيه بنفسك يا حبيبتي. تصبحي على خير. الجهاز مظبوط، وانا سالت عليه النهارده وعرفت فعلا ان في حاجه كده، وهو قصد يكشفني قدام مراتي. والله ما حدش قال لك تقضيها وما يبقاش وراك غير الستات والكلام الفاضي. طب اسمعي بقى يا نهله، عشان نبقى واضحين كده مع بعض، فيروز ما ينفعش اخسرها، عشان انا لو خسرتها هكون بخسر بنتي، وانت عارفه انا بنتي بالنسبه لي يعني ايه، وانا عارف ومتاكد انك انت اللي خليتيه يعمل كده. بس احب اقول لك على حاجه، انا لو سبت فيروز مش هتجوز تاني. انت مجنون؟ انت ازاي تتصور اني انا ممكن اقول له يعمل حاجه زي كده؟ انا اتفاجئت بالجهاز ده زيك على فكره. اسمعي، انت لازم تصلحي الموقف ده، ها؟ وتروحي تقولي لمراتي ان الجهاز طلع اي كلام، وان جوزك هو اللي مبرمجه على كيفه. اها، وانا هستفاد ايه بقى من حاجه زي دي؟ تحافظي على علاقتك بيا وعلاقتك بمكتبك. انت بتهددني؟ لا انت فاهم غلط، انا سيب لك المكتب وحالا. مش قبل ما تصلحي الهبل اللي جوزك عمله ده، والا بقى ابعت له كل الفويس نوت اللي بيقول. تمام؟ بس كده، ده اللي انا عايزاكي تعمليه الفتره اللي جايه مع الكلاسز بتاعتنا. والله هتدعي لي، اديني شهر بس واتفرجي على الفتنس بتاعك عامل ازاي. بجد ميرسي يا فيروز قوي، انا مش عارفه اشكرك ازاي، انا نفسي جسمي قوي يبقى زي جسمك. لا دي صعبه قوي. هيبقى احلى كمان، بس انت تلتزمي الدايت انا اللي كاتباه بالظبط. حبيبتي ثانك يو، يلا سي يو في الكلاس. باي فيروز. ممكن اتكلم معاكي شويه؟ لا مش ممكن. فيروز ارجوكي اسمعيني، صدقيني انا حاولت كتير امنع نفسي، بس انا فعلا مش عارف اعمل كده. يا عم تمنع نفسك من ايه بس؟ والله كميه الاوفر دي فوق طاقتي بصراحه. يمكن يكون عندك حق، بس انا مش عارف انا مالي، انا نفسي ما بقتش فاهم في ايه. فيروز انا عمري ما اتعلقت بحد قوي كده،
انا عارف اللي انا بعمله ده غلط وما ينفعش، ويمكن انها تبان تصرفاتي عيال صغيره، بس كل ده غصب عني. انا بقالي فتره كبيره قوي بحاول اقاومك، لكن في الحقيقه بقى انا ولا عارف اشتغل ولا عارف اشوف حياتي بشكل طبيعي. فيروز انا اتاكدت ان انا بحبك. انت اغرب انسان انا شفته في حياتي. مش مصدقه كميه الجرأه وقله الذوق اللي انت فيها دي. انا حذرتك قبل كده 1000 مره، بس يظهر ان مفيش فايده، وانا مضطره اقول لجوزي هو اللي يتصرف معاك. استني، انت مين اللي قالك ان جوزك فضيلك؟ جوزك مشغول مع رويده وغيرها. انت تعرف جوزي منين اصلا ورويده مين؟ اهدي بس شويه واسمعني. انا حصل معايا موقف غريب جدا، والموقف ده هو اللي شجعني ان اجي واقول لك ان حرام تظلمي نفسك مع واحد اصلا مش مقدر قيمتك. انت بتقول ايه انت؟ ارجوكي ما ترديش دلوقتي، اتاكدي كويس من اللي انا قلته. انا واثق انك في يوم من الايام هتكوني مع الراجل اللي يستاهلك، اللي عايز يشيلك على راسه انت وبنتك. اهدي اللعب ازاي مش فاهم؟ يعني ناخد بالنا اكتر واخفف مجاي هنا شويه، هو ده معنى هاد اللعب. هو انت مش واخد بالك يا فريد ان انا متجوزاك بقالي 6 سنين في السر؟ ده انا حتى امي واختي ما بيقولوش اسمك على بعضه، ده حتى مهنتك مغيرين فيها حسب تعليمات سيادتك. اعمل ايه تاني؟ عايشه معاك في الضلمه وكاني بعمل حاجه غلط وانا واحده متجوزه وام، وانت بقى جاي دلوقتي تقول لي احد اللعب شويه؟ ايوه هدي اللعب يا عبير. لعب ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ انت جوزي، ابو ابني، ابنك الوحيد يا فريد فوق. اللي معايا ده مش لعب، اللي معايا ده هو جد الجد يا استاذ. اللعب ده معاه هي هناك، انما بيتك اللي فيه ابنك الوحيد اللي هيشيل اسمك من بعدك، البيت اللي فيه الست اللي مضحيه بكل حاجه علشان حضرتك تنعم بحياه مستقره، وكل ذنبي انها عرفتك ابي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا قدامي واحده ما اعرفهاش. جلدك ايه يا عبير؟ فاض بيا، فاض بيا يا فريد، مستحمله وراضيه. اكتر من كده هيبقى ظلم يا فريد. عارف يعني ايه ظلم فريد؟ انا مش شيرع، انا مش شيرع، علشان لما مراتك التانيه تديك كلمتين تجيلي والواد ودك تتفني بالحياه. مراتي ايه؟ مراتي التانيه؟ واضح انك فاهمه غلط. هي مراتي الاولانيه وهتفضل طول عمرها مراتي الاولانيه، ولو ما هديتيش شويه وفرملتي نفسك هتبقى هي مراتي الوحيدة. صدقيني أنا بقولك الحقيقة، طلع الجهاز فيك يعني لعبة وخلاص. أنت متأكدة من اللي بتقوليه؟ آه طبعاً متأكدة. طب انتي تعرفي واحدة اسمها رويدة؟ رويدة دي عميلة عندنا يعني في الشركة. ايه علاقته بيها؟ عميلة بقولك، يبقى شغل يعني مش اكتر من شغل؟ والله على حد علمي يعني. بس غريبة، قبل كده كنت بحس انك عايزة تلمحيلي ان هاني بيخوني، جاية دلوقتي بتحاولي تعملي العكس. بصي انا ماليش مصلحة في حاجة، كل الموضوع اني لقيت جوزي ممكن يتسبب في مشكلة بسبب لعبة هايفة، فجيت عشان اصلح ده وارضي ضميري. سوري. طب انا مضطرة امشي. تشيك بليز. هو الوضع ده هيستمر كتير؟ انت بتشتكي من بدري قوي، احنا ما بقناش 3 ايام، بعدين ده انسب مكان نتقابل فيه عشان حتى لو طبت علينا عادي زبونة. أنا واثق إن هي مركزة معايا قوي اليومين دول. أنا مش مصدقة إن أنت خايف منها قوي كده. أنت لازم تفهم إن خوفك ورعبك ده بيجرحني، بيعذبني، زي ما يكون هي اللي غالية عندك وأنا واحدة رخيصة، ممكن ترميني في أي لحظة، مع إني أنا أم ابنك. ليه مميزها عني قوي كده؟ بالعكس، أنت اللي متميزة في كل حاجة. أنت عارفة عن وجودها هي لأ. أنت عارفة كل تفصيلة في حياتي. هي في حياه كامله انا عايشه ما تعرفش عنها حاجه. كل ده بقى عشان انت شايفني ضعيفه وما اقدرش اعيش من غيرك، فهرضى باي وضع انت تحطني فيه. لكن هي الهانم طبعا الوضع مختلف، لازم تفضل فاهمه ما فيش في القلب غيرها، انما انا حيالله حته واحده عرفت تجيب لك عيل، لكن قلبك وحبك واحترامك كله ليها. انا مصدوم فيك يا عبير، اول خناقه اتخانقها في 6 سنين يبقى ده رد فعلك؟ علشان اول مره احس ان انا فعلا نمره 2.
أول مرة أحس إن لو في أي حاجة مست علاقتك برندا هترميني في الشارع. عارف يا فريد؟ تصحيت فيها كرامة اللي أنت مخدرها بقالك 6 سنين يا فريد. 6 سنين. ولا أنا متحكش عليك يا عبير. أنت كنت عارفة وضعنا من قبل ما نتجوز ووافقتي. جابت شكي دلوقتي؟ أه هشتكي. هشتكي لما لقيك بتدوس عليا عشان تحافظ على مشاعرها. هشتكي. هشتكي وأولع الدنيا كمان. فريد أنا مش جاية لك هنا تاني. لما تبقى عايز تشوفني تيجي لي بيتي. الو، هاي رشا، ازيك يا حبيبتي؟ ايه يا مزه، عامله ايه؟ ها قفشتي جوزك ولا لسه؟ لسه، وعايزه مساعدتك. مش احنا قلنا ننيمه خالص ونرجع عاديين كاني مفيش حاجه؟ مش عارفه اعمل كده، باين عليا قوي وهو فاهم. طب خلاص اديني شويه واكلمك اقول لك نتقابل امتى. اوكي يا حبيبتي، يلا تشاو. باي. ايه بقى اللي حصل؟ البيبي يقول لي اعملي هولد للديل بتاع رويده، فبغلس عليه عادي يعني، بقول له شكلها عصلجت معاك، راح هابب فيا ومزعق وقايل لي ما اسمحلكيش تتكلمي معايا كده، اتفضلي على مكتبك. انا يكلمني كده؟ انا يقول لي كده يا نهله؟ وانت رديتي قلتي ايه؟ ولا رديت ولا اتنيلت، وقفت زي الهبله وبعد كده مشيت. كرامتي ناقحه عليا قوي، متنرفزه جدا، انا عايز اسيب الشغل ده. عمل معايا نفس الكلام لما قال لي روحي لفيروز وقولي لها ان الجهاز فيك. اه والله. اه ده البيبي بقى شادد حلو علينا. بس بقولك ايه، الشركه دي احنا، فلو مشينا منها الدنيا هتخرب، عشان كده اي تصرف يعمله مع اي واحده فينا ناخد نفس الموقف. ديل ديل. انا بس كل اللي شاغل دماغي فريد، انت متخيله انه من يومها لا بعت لي ولا اتصل بيا؟ الله يرحم، لما كنت كل 5 دقايق ابص عليكي الاقيكي تبص لرسايله بقرف. ما هو كله من الجهاز الزفت بتاع جوزك ده. انت عامله ايه معاه صحيح؟ انا متلخبطه قوي يا رندا، انا واصله معايا ان عايزاه يطلع بيخوني، لاني بطلت احبه من زمان، ولو ما طلعش فعلا بيخوني يبقى انا مش هقدر. مش هتقدري ايه؟ ما اعرفش بقى. اقول لك على حاجه يا نهله، وما تزعليش مني، انا ساعات بحس انك بتحبي هاني. لا طبعا، وبعدين ما انا ساعات برضو بحس انك بتحبي هاني. انا ايه الهبل ده؟ لا طبعا، انا ما كرش ان هاني كشخصيه يعني جذاب بالنسبه لي، لكن عمري ما حبيته. انا بحب فريد ومخلصه ليه جدا. ممكن يكون في حاجات في هاني بتعجبني كان نفسي اشوفها في فريد، لكن حب اكيد لا. انما انت بقى يا نهله، انا مش عايزه اتكلم، وبليز بقى يا رندا مش عايزاكي تكلميني بقى في الموضوع ده. يعني صح بتحبي؟ بقول لك لا يا رندا، انا رايحه مكتبي. لازم تبعتي بسرعة. ماشي خلاص، بقولك تمر يعني، وأول مرة يعني. أول مرة فعلا. بقولك إيه، شكلك زي القمر النهار. ميرسي ميرسي. دي على طول كده؟ طب خلاص بقى، أنا هطلع بعد كده. يلا باي. بابي حبيبة قلبي، عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه اللي مصحيكي لغاية دلوقتي؟ مستنية بابي يروح قلبي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. فينك كل ده؟ معلش حبيبتي، كان عندي اجتماع طول شوية. يلا بينا نطلع ننام. لا مش عايزة انام. لا هننام. اوكي. هنيمها وارجع لك. ماشي؟ على فكرة شكلك زي القمر، وشكلك كمان رجعتي فيروز اللي انا اعرفها. هديتي خلاص؟ اه يا حبيبي، انا نسيت اللي حصل ده خالص. ماشي، راجع لك. يلا بينا. صورة جوزك ايه بقى؟ منورة على الجروب. توقعي بقى اي حاجة وما تتصدميش. طب اللي هيراقبه ده هيراقبه امتى؟ من بكرة. على فكرة انت كمان لازم تعملي كده. اعمل ايه؟ امشي ورا حد؟ لا معلش، دي صعبة قوي دي. انا نفسي هعمل كده، ولا هي غلط ولا ايه؟ بصراحة انا ما عنديش الجرأة دي، وبعدين هو لو عارف اكيد هيركبني الغلط، خصوصا لو هو طلع فعلا مش بيخني. ولا هتنزلي صورته؟ ولا هنزل صورته؟
سنة عربي مالي هدف لتاريخ موجود في القرار اسمه وليد فريد وليد. سنة عربي مالي هدف لتاريخ موجود في القرار اسمه وليد. ايه ده؟ ايه في ايه؟ وقال طفل اسمه وليد فريد وجدي؟ انا جوزي اسمه فريد وجدي. على فكره يعني انت في ايه مخلوقه ليه؟ ممكن يكون تشابه اسماء بس. تشابه اسماء ايه؟ هو اسمه محمد محمود. يلا بينا على الاداره، قومي نتعرف على ابن جوزك. يلا يلا، انتوا لسه قاعدين؟ بابا اسمه ايه؟ واحدة بتعرفيه؟ بابا بيشتغل ايه؟ ممكن تقولي؟ بيشتغل ايه ها؟ ليد حبيبي، ليه كده حبيب بابا؟ واحدة خالده؟ ايوه. الحمد لله على سلامته. احنا اسفين قوي. شكر جدا حضرتك. انا جيت رايحة مكتب الامن، لقيت رندا واقفة بره، فجمعت بسرعة إن هي كانت في النادي هي وأصحابها، وأكيد سمعت اسم وليد الثلاثي في الإذاعة. فحمدت ربنا إن ناصر أخويا كان معايا، قلت له يخش يجيبه ويقول أي حاجة تحس إن هو باباه. مش عارف أشكرك إزاي يا عبير. الحركة اللي أنت عملتيها دي حركة واحدة بنت الناس فعلا. واحدة تانية كانت سابت الأمور تمشي زي ما تمشي، ما كنتش هلومك. أنا عملت كده علشان بحبك وبحترمك يا فريد، وملتزمة معاك بكل كلمة قلتها لك زمان، بس كمان أتمنى إن أنت تلتزم معايا باللي قلتهولي. قلتلي لما والدها يكبر جوازنا هيبقى في العالم قدام كل الدنيا. بس هو وليد لسه صغير. وأنا كنت فاكرة برضه كده لحد ما وليد سألني وإحنا مروحين هو ليه خاله قال إن هو بابا. ما ينفعش أقول إن بابا هو بابا. وليد قال كده؟ عارف وليد قال كده ليه؟ علشان لما بيبقى عنده أي مناسبة في النادي أو في المدرسة أنت ما بتجيش. وليد ما بيخرجش معاك في أماكن عامة زيه زي أصحابه وزمايله. وليد لما بيحب يشوفك بيشوفك في الضلمة زيي بالظبط. بس أنا فاهمة أنا بشوفك في الضلمة ليه؟ لكن هو مش فاهم وعايز يفهم. بصراحة يا نهلة بعد موقف النهاردة ده أنا حاسة كأنها رسالة من ربنا. حاسة كأنه عايز يقولي إن شكوكي في جوزي مش في محلها. أنتي متخيلة الصدفة دي؟ متخيلة إن طفل يطلع اسمه وليد فريد وجدي وأنا أعرف اسمه في نفس الوقت اللي أنا بحاول فيه أكشف جوزي؟ لا دي حاجة مش طبيعية. طب أنتي بتفكري في إيه طيب؟ بصي بقى، أنا هكلم رشا دي وهقولها تفكها مني خالص. هقولها تبطل كل اللي هي بتعمله، لا عايزاها تراقبه ولا نيلة. أنا جوزي بيحبني وبيموت فيا. مش حتة جهاز عبيط صيني أهبل زي ده هيخليني أشك فيه. بلاش هبل بقى. يعني تفتكري احمد اكيد بيخوني صح؟ يعني اكيد الجهاز ده اي كلام. انت غريبه قوي والله، انا عمري ما شفت واحده عايزه جوزها يطلع بيخونها بالعافيه. يا بنتي انت عندك بيت واولاد، عقلي بقى فوق. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عايز تخربي بيتك بالعافيه يعني؟ انت ظالمه جوزك، يعني حرام عليكي. انا هقفل بقى دلوقتي. فريد شكله ايه؟ باي. يلا باي باي يا حبيبتي. أنا عمري ما شفت واحدة عايزة جوزها يطلع بيخونها بالعافية. يا بنتي أنت عندك بيت وولاد، اعقلي بقى. أنا آسفة يا فريد، ما تزعلش مني. أنا عارفة إن الفترة الأخيرة كنت بتصرف تصرفات بايخة وغبية، بس والله ده لو لي سبب هو إني بحب وبغير عليك. اللي حصل معايا ده كان بشع يا رنا. أكتر حاجة تجرح البني آدم الظلم. غصب عني يا فريد، ما أنت شفت بنفسك. هو الجهاز الغبي ده اللي عمل فيا كده، قلب لي دماغي. أوعديني ما تعمليش كده تاني. ما تشكيش فيا أبدا أبدا مهما حصل. هو إيه اللي مهما حصل؟ مهما حصل إزاي يعني؟ يعني عايزني أشوفك مثلا قاعد مع واحدة تانية من ورايا وأسكت؟ ما هو ده عمره ما هيحصل. ربنا يخليك ليا يا فريد، وابعد عننا العين من الشيطانين. انا بحبك قوي. انا بحبك. عارف النهارده حصل معايا موقف غريب قوي.
ايه حصل ايه؟ اظن غيرتي. نتكلم بقى. عايز ايه يا هاني؟ عايز اقول ان اللي حصل النهارده ده ما يتكررش تاني. مفيش حاجه اسمها انك تنزلي من البيت من غير ما تقولي لي. تليفوني مقفول ومش عارفه توصلي لي، يبقى ما تنزليش. وده حب وغيره ولا عايز تحس انك مسيطر؟ لا دي اصول. انا كراجل ما ينفعش ابقى قاعد في البيت مش عارف مراتي موجوده فين، ووقت ما اعرف اكتشف انها سهرانه في مكان ومن غيري. ويا ترى الاصول دي فيها اني بعد السنين دي من علاقتي بيك فجاه دلوقتي ابتدي اسمع انك مش ماشي صح؟ يعني ايه مش ماشي صح؟ وانت لسه بتتكلمي على الجهاز العبيط ده؟ يا ريتو على قد الجهاز. بص انا ست ذكيه جدا ودماغي كبيره. عايزه اقول لك جمله واحده يا ريت تفهمها كويس قوي. لو انت مخلص ليا وامين على علاقتنا اتاكد اني انا نفس الشيء. ولو انت بتخني مش امين على علاقتنا برضه اتاكد اني انا نفس الشيء. هروح اطمن على البنت. عايزه اتكلم معاكي. ثانيه واحده بيبي، ايه رايك اغير لون شعري ولا اسيبه كده؟ هاي حبيبتي كنت بتقولي ايه؟ ما بنامش مش عارفه اعمل ايه مع احمد دي رندا. يعني انا عندك كده؟ ايه التلزيق اللي انت فيه ده؟ اسكتي. انا بجد بعيش احلى ايام حياتي من ساعه ما اتجوزت فريد. والله طب كويس، بس اشمعنى؟ عشان انا كنت عبيطة، كنت فاهمة الدنيا غلط. قال ايه كنت متضايقة قوي؟ عشان فريد مهتم بيا زيادة عن اللزوم، وكنت متضايقة انه مش الواد الصايع اللي الستات هتموت عليه. انا وصلت لدرجة اني كنت عايزاه يكذب عليا عشان احس بسسبنس في حياتي، تخيلي. واول ما شكيت اني بيخوني اتجننتي، صح؟ اتجننت؟ دي كلمة قليلة. انا مش قادرة اوصف لك احساس الغيرة ده بشع قد ايه. لا لا لا، أنا متهيألي لو كنت اتأكدت فعلا إنه يعرف واحدة كنت قتلته. قتلتها، كنت ولعت فيهم هما الاتنين. عشان تقدري بس موقفي يا رندا، الإحساس ده أنا عشت معاه سنين، بياكل فيا كل يوم لحد ما كان هيقتلني. ما فقتش من الإحساس ده غير لما بجد بطلت أحبه. وهو طلع مش بيخونك؟ مش مصدقة إنه مش بيخونني. مش مصدقة ولا مش عايزة تصدقيه؟ فريد اتأخر عليا كده ليه في الرد؟ فريد انت فين؟ ما ردتش عليا ليه؟ ده هي برضو؟ ده ايه بقى النظام الجديد ده؟ خليني تحب ارد عليها. ما ترد، هو انا مسكاك؟ ما ينفعش ارد على قدامك يا عبير، لو سمحت سيبيني لوحدي. ماشي يا فريد، اقدر ارد. اسف حبيبتي، معلش حد دخل عليا. عاجبني؟ عاجبني دي كلمه قليله جدا. انا مفيش ست اصلا تقرب من جمالك، انا ما بشوفش غيرك يا حبيبتي. ما بعتليش ولا صوره النهارده. ابعت لي صوره ليك من مكتبك. حاضر حبيبتي، خلص بس الميتنج ده وابعت لك صوره على طول. عبير انت واقفه بتصنعتي عليا؟ اجري روح لها، اجري روح لها، يلا امشي. معرفش انت بتعرف تتنحنح قوي كده، وهنا عاملين فيها سي السيد. هو انا ممكن اعرف ايه اللي مقعدني عندك كل ده ولحد دلوقتي ما بلغتيهوش اني موجوده؟ على فكره اقدر ادخل عادي جدا ومحدش هيقدر يمنعني. مين قالك انها منعك؟ اصل دي حاجه ليها علاقه بالذوق والاخلاق، يا موجوده يا مش موجوده. لا انت اتجننتي، ازاي بتكلميني كده؟ انا ما غلطتش فيكي اصلا، بس لو غلطتي مره ثانيه انا مش هسكت لك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ هو انا ينفع اكون موجوده بقالي نص ساعه والهانم ما تقولكش اني موجوده؟
معلش يا رويده انا كنت مشغول شويه. يلا تعالي. هو في ايه وايه اللي تعالي؟ انا اتغلط فيا وانا بشوف شغلي يا مستر هاني، ولو ما خدتليش حقي دلوقتي حالا اعتبرني اني مش في الشركه دي. وانا بقول لك دي لو مشيتش مش هعرفك تاني. انتوا بتهددوني ها؟ طب انت مرفوده وانت مش هشوف وشك تاني. يلا مش اطلع بره. يلا انا هربيكوا. مش ملاحظة حاجة حياتي؟ ان انتي ما بقيتيش تقعدي معايا خالص؟ انت بتبقى عايز تقعد معايا في الوقت اللي انت شايفه مناسب ليك، فهل هو مناسب ليا؟ ويا ترى امتى بقى الوقت المناسب ليكي؟ انتي بقالك اسبوع سايبة الشغل وقاعدة في البيت ليل نهار، ومع ذلك كل ما اجي اكلمك كلمتين على بعض بتخلعي. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه اني مودي مش حلو ونفسيتي تعبانة، سنين بشتغل في الشركة دي واتبنت على كتافي، تفتكر سهل ان انا انطرد منها كده؟ لا اكيد صعب طبعا، الله يكون في عونك الحقيقه. بس انت كمان لازم تشوفي حاجه تعمليها، يعني تخرجي نفسك من المود ده، تشوفي حاجه تنسيكي تسليكي، او مثلا نقعد مع بعض شويه، نخرج نتكلم مع بعض، نشوف لنا فيلم حلو كده يعني. والله انا مستغربه الاهتمام المفاجئ ده. عليا الطلاق ولا مفاجئ ولا نيله، هو بس انا كل ما اسافر شويه وارجع ألاقيكي بتعامليني كده معاملة الزوج الخاين، وأسئلة بايخة وتريقة وقلبالي وشك وخناق. فوقي لنفسك بقى. كمل. سكت ليه؟ اكدب عليا شوية كمان والنبي ولبسني الهمة. أنا مش عبيطة ولا هبلة يا أحمد، أنا عارفة كويس أو إنك بتخني. لا هو أنتي بتحاولي تكدبي على نفسك علشان بس عايزة تطلعيني وحش. وعايزه اطلعك وحش ليه بقى؟ ليه بقى دي هقولها لك بعدين يا حياتي. في ايه يا عبير؟ انت بقيتي واحده تانية، مش انت الست اللي انا اتجوزتها؟ انت بقيتي كل يوم بتنكدي عليا ومصممه تخلقي مشاكل ما بيننا. مش حقيقي، انا زي ما انا التزمت معاك بكل كلمه قلتها لي قبل الجواز، وقبلت وصبرت ان انا افضل في الضلمه انا وابني على اساس وعدك ليا اني لما وليد هيكبر هتعلن جوازنا وتقول لمراتك، وانت دلوقتي بتتهرب يا فريد. الو الو مين معايا؟ وليد. الو وليد، انت ابن فريد؟ انا ابن فريد. ايوه. انت عايزه بابي؟ الو عايزه تنزلي صورتي، عايزه تراقبيه، عايزه تزقي عليه واحده كل حاجه واي حاجه، انا موافقه، المهم توصليني لحقيقته. هي مش رنده اتاخرت شويه؟ يا لهوي يا بنتي ما تركزي معايا شويه. يا ستي مركزه معاكي وهريحك.
بس الحقيقة إن رندا اتأخرت. بعدين بصراحة أنا متأكدة إن في حاجة بتحصل. جوزها ده بيعمل حاجات مريبة. صحيح لسه ما مسكتش عليه حاجة ولسه ستيل براقبه. بس لا، أنا متأكدة إن في حاجة غلط. لا بصي، كلمي لي رندا. شوفي لي إيه اللي بيحصل. أصل مش منطقي أبداً تقعد نص ساعة في الحمام. ماشي ماشي إهدي. ثانية. ألو؟ مين حضرتك؟ فين رندا؟ أنا في النادي أصلاً، أنا جاية حالاً، أنا جاية حالاً. قومي رندا. إيه إيه؟ رندا أغمى عليها. إجري. فين؟ نهلة. خضتني. ايه اللي قعدك في الضلمه كده؟ في ايه؟ كنت فين؟ كنت في النادي. مع مين؟ مع رندا ورشا. امال كلمتك كتير ما بترديش على موبايلك. معلش، اصل النهارده كان في مشكله كبيره قوي. مش فريد طلع متجوز على رندا؟ ايه الغريب في كده؟ انت كنت عارف؟ اه. هو قالك؟ هو اللي قال. انت طلع الجهاز حقيقي فعلا؟ يعني صدقتي ان انا مش بخونك؟ يمكن انت متدرب عليه او في تريك معين انت بتعمله. مفيش فايده. انت عايزه تطلعيني خاين، مع ان اي ست في الدنيا تتبسط ان جوزها مخلص. الا اذا بقى هي بتعمل حاجه غلط وعايزاه هو كمان يبقى بيغلط عشان تسكت ضميرها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ انت اتجننت في عقلك، انت اكيد اتجننت في عقلك. اهدي يا حبيبتي، اهدي. انت مخك راح لبعيد. انا كل اللي بقوله ان انت عشان فاكره ان انا بخونك، فانت شايفه ان عادي ان انت ما تحبنيش وتهملي في علاقتنا الزوجيه وتقصري من ناحيتي. مش مظبوط، بس انا واثقه ومتاكده انك بتخون، والجهاز الاهبل ده مش هو اللي هيبرأك يا حبيبتي. طب ايه رايك تيجي نتراهن؟ تدخلي معايا في تحدي لذيذ كده. ايه هو؟ اول سؤال، انت ليه كنت خايفه تجربي الجهاز دلوقتي؟ عشان خايفه ان هو يطلعك كدابه؟ لا خالص، انا بس مش مصدقه في الجهاز الاهبل ده. ماشي، مع ان دي مش اجابه السؤال اللي بعده. بتحبيني؟ كنت بحبك. عمرك خنتيني؟ لا. عمرك حبيتي راجل غيري؟ لا. عرفت ان الجهاز ده مش مظبوط؟ الراجل ده يبقى هاني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس بلاش هبل بقى. اوعي تشيلي حاجة، ردي على السؤال. الراجل ده يبقى هاني؟ أنا مش هرد على الهبل ده. وطي صوتك عشان الولاد نايمين. ردي على السؤال وقوليلي، أنتِ حبيتي هاني؟ لا لا. إيه؟ ساكتة ليه؟ ما أنتِ كل مرة بتكدبي الجهاز ده. إشمعنى المرة دي ما كدبتيهوش؟ كدبتيهوش عشان بس ما يكشفش حبك لهاني، مش كده؟ الله على إخلاصك. أنا كنت حاسس، شفت في عينك لمعة وانتي بتبصي عليه، مش قادرة تشيلي عينك من عليه وهو بيتكلم. شفتك وانتي بتضحكي على إفيه غلس بيقوله، بتضحكي ومبسوطة. بس للأسف هو بقى مش شايفك، مش باصصلك حتى. تفتكري بعد ما نتطلق هيبقى شايفك؟ أنا بقولك مش هيشوفك. هاني رغم إن هو خاين إلا إنه بيعشق تراب فيروز. طالع يا نهلا.
محمد لا والله لا. فريد ازيك حبيبتي؟ مالك قاعدة في الضلمة كده يا روحي؟ أخبار وليد إيه؟ وليد مين؟ مش عارف وليد مين؟ وليد ابنك؟ آه. إيه الموضوع؟ ليه يا فريد؟ ليه؟ تعرف إيه زي؟ عبير غريب؟ اسمها عبير؟ قولي لي عرفتي ازاي؟ هو ده اللي فارق معاك؟ اللي فارق معاك انا عرفت ازاي؟ مش فارق معاك اني عرفت اصلا؟ مش فارق معاك انا شايفاك ازاي دلوقتي؟ تعرف انا شايفاك ازاي؟ شايفاك حقير. انت ازاي تعمل كده فيا؟ ازاي تعمل كده فيا يا فريد؟ تاريخ كنت عمال تحسرني وتخنقني كل لحظة عشان وانت معاها ما اسألش انت فين. والله برافو برافو عليك. كتلاقي الشيطان واقف بيتفرج عليك وبيسقف لك بيتعلم منك. جديدة والله والله جديدة فريد. سبحان الله ربنا كبير اللي انت خنتني عشان توصل له. هو اللي كشفك ابنك. أنا آسف والله العظيم غصب عني. أنا طول عمري بحلم بالخلفة، بحلم إن عندي ابن. ربنا ما أردش إن يكون عندي ابن معاك أنتي. ربنا أقسم بالله عمري ما حلمت إن أنا يبقى عندي خلفة من أي حد تاني غيرك. بس هي إرادة ربنا. المبررات العظيمة دي سبب مقنع قوي بصراحة. طب يلا يلا ندخل جوه، يلا ندخل ننام ونعيش حياتنا عادي. ما هو ما حصلش حاجة. طب كنت طلقني يا أخي زي ما خدت فرصتك. كنت تديني فرصتي زي ما خدت فرصتك وخلفت من واحدة تانية غيري. كنت سيبني أخد فرصتي وأخلف من حد تاني غيرك. مش حقي. بس ازاي ماشيه بالكذب بالخطط؟ انت صغير قوي فعلا. طلقني. انت بتقولي ايه؟ بقول لك طلقني. هو في ايه بالظبط؟ في انك راجل عينك فارغه وتافه وما احترمتش بنتك ولا مراتك. في انك موجود في مكانة انت ما تستحقهاش. ولو عايز تعرف اكتر اسأل رويدة. رويدة دي عميلة عندي وكانت عندي من شوية. يظهر انك زعلتها او زهقت منها فجت تنتقم منك وتكشف جزارتك قدامي. بس مش مشكلة عادي، المهم تكون اتبسطت. الكلام اللي انت بتقوليه ده مش مظبوط. كلام فاضي. هي اصلا كانت عندي في الشركة وانا كداب. بطل بقى. خلصت يا هاني. مش هي بس اللي عرفتني ده. انت عارف انك كنت سبب ان راجل يتجرأ ويحاول يتقرب مني ويدخل في علاقة معايا؟ انت بتقولي ايه؟ انت بتخوني ومش بس مع رويدة. مع رويدة وغيرها ومن زمان. انت طلعت مفضوح قوي يا هاني. لدرجة انك شجعت راجل ان يدخل مكتبك ويسجل لك عشان يعرفني ان جوزي بيخوني. يمكن اسيبك وارضى ابص له. طبعا طالما الراجل بيعك ومفضوح فالست كمان لازم يبقى عندها استعداد انها تعك. شفت انت وصلتني لفين؟ طلقني. فيروز هطلقك، ده مستحيل. علشان خاطري فيروز سامحيني واديني اخر فرصه. وانا وعدك ان انا من النهارده هبقى بني ادم تاني. بس اديني فرصه اتغير. انا ما اقدرش اتخيل حياتي ثانيه واحده وانت مش مراتي.
ساعتها الموت هيبقى أهول. سامحيني علشان خاطر بنتنا. يديني آخر فرصة، آخر فرصة. الزوج اللي يحط مراته في وضع زي اللي أنا اتحطيت فيه ما يستاهلش أي فرصة تانية، وزي ما هنت عليه لازم يهون عليا. أنا نفسي في فرصة تانية، ولغاية دلوقتي رفضت الدهان، بس أنا مش هفقد الأمل. بعد الطلاق اكتشفت إني لا حبيت ولا أحب غير أحمد. ما كانش ممكن أديله فرصة تانية لأنه كدب عليا سنين. فهمني إن وجوده معايا أهم من أي حاجة، وتاريه اتجوز وبقى عنده ولد، وحجته إن إحنا مش عارفين نخلف من بعض. إدى لنفسه الحق إنه يجرب يخلف من واحدة تانية، وكأن أنا مش فارق معايا إني أبقى أم. كان فاكر إن ربنا مش رايد، بس ربنا أراد. واكتشفت إني حامل أول ما اتطلقت، عشان كده هسافر وهبعد. مش هرجع إلا بعد ما أخلف، وده أكبر عقاب لي يا فريد. عمري ما هرجع لك تاني.